الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقيا ملك يهوذا هي السنة 18 لنبوخذ نصر. وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم. ربنا بعت له رسالة، كانت رسالة عجيبة، وقف بسببها أرميا هيتجنن. يعني أرميا طول النبوات بتاعته عمال يقول ايه، خراب 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 خراب، واللي هيفضل في اورشليم هيموت وهيحصل له ويحصل له ويحصل له. يقول فقال ارميا كلمة الرب صارت الي قائلة: هوذا حنمائيل ابن شلوم عمك جاي لك، يأتي اليه قائلا: اشتري لنفسك حقلي الذي في عنسوس، لان لك حق الفكاك للشراء. يعني عم جاي يقول له انا عايز ابيع الغيط، وعلى حسب الشريعة ان اللي يشتري ما يبيعش للغريب، يبيع لمين؟ لقريبه. اول واحد ليه حق الفكاك كان ارميا. فجاء الي حنمائيل ابن عمي حسب كلمة الرب الى دار السجن وقال لي: اشتري حقل الذي في عنسوس الذي في ارض بنيامين، لان لك حق الارث ولك الفكاك، اشتريه لنفسك. المفروض جاي يقول له اشتري الحق، وارميا عمال يقول البلد هيحصل لها ايه، خراب. المفروض ان ارميا يقول له ايه، لا، ان البلد هتضيع، هشتريه ليه بقى؟ ولو اشتراه معناه كده ايه، معنى كده ان هو مش متأكد من الكلام اللي ايه بيقوله. فوقف في موقف صعب قوي. فعرفت انها كلمة الرب، لكن حسيت ان ربنا هو اللي بيقول لي كده. فاشتريته من حنمائيل ابن عمي الحقل الذي في عنسوس، ولزمت له الفضة 17 شاكلا من الفضة، وكتبته في صك، وختمت واشهدت شهودا، وزنت الفضة بموازين، واخذت صك الشراء المختوم حسب الوصية والفريضة والمفتوح. كان يكتبوا واحد ويقفلوه ويحفظوه في خزنة، والتاني يبقى مفتوح عشان اعلان ان ده الحقل ملك للي اشتراه. وسلمت صك الشراء لباروخ ابن نيريا. باروخ هو ابتدى يظهر هنا، ده اللي هو بيكتب الايه، الرسائل بتاعته، ابن محسيا امام حنمائيل ابن عمي وامام الشهود الذين امضوا صك الشراء، امام كل اليهود الجالسين في دار السجن. يعني دي العملية فيها ايه، فرج، هيقوموا عليه ويقولوا: امال انت عمال تقول لنا هتخرب ليه وانت عمال تشتري؟ يبقى انت مش متأكد من الكلام بتاعك. واوصيت باروخ امامهم قائلا: هكذا قال رب الجنود اله السماء: خذ هذين السكين، سك الشراء هذا المختوم والسك المفتوح هذا، واجعلهما في اناء من خزف لكي يبقيا اياما كثيرة. خلي دول محفوظين لانهم هيقعدوا وقت كتير، لانه كذا قال رب الجنود اله اسرائيل: سيشترون بعد بيوتا وحقولا وكروما في هذه الارض. طب يعني هي هتخرب ولا مش هتخرب؟ هو بقى واقف مش فاهم حاجة خالص. قال له: يا رب يعني انت كل كلمة عملت بعتها لي خراب 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 خراب، وبعدين جاي دلوقتي تقول لي اشتري الحق، انت يعني عايز ايه؟ لما قعد بقى تعبان كده يقول: ثم صليت الى الرب بعد تسليم صك الشراء لباروخ ابن نيرا قائلا. هو ربنا في الاخر خالص لما كلمها ايام تأتي واداله وعود حلوة قوي، كان ممكن انسان يفكر: طب يا ترى الكلام ده فعلا هيحصل ولا مش هيحصل؟ يا ترى في ايام يبقى في العهد الجديد ده هوت، وفي 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 وفي، هشوف ولا مش هشوفه؟ فربنا حب يأكد له بقى ويقول له: لا، طب انا هخليك تتأكد من الكلام ده هيحصل، والدليل على كده انك هتشتري ارض فين؟ في اورشليم. ايها السيد الرب، ها انك قد صنعت السماوات والارض بقوتك العظيمة وبزراعك الممدودة. يعني انت يا رب عملت حاجات كتيرة قوي، لا يعثر عليك شيء، يعني مفيش حاجة صعبة ايه قدامك، اللي انت وعدت بيه ده ممكن تنفذه. صانع الاحسان لالوف ومجازي ذنب الاباء في حضن بنيهم بعدهم، الاله العظيم الجبار رب الجنود اسمه. يقول له ايه حلوة اوي احفظوها دي: عظيم في المشورة وقادر في العمل.
يعني ربنا كده لما الواحد يطلب منه مشورة يديله مشورة حلوة قوي، ومش بس يديله مشورة ويسيبه، ده كمان ايه يساعده ان ينفذها، وقادر في العمل. الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله. الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم، وفي إسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم، وأخرجت شعبك إسرائيل من أرض مصر. قاعد يفتكر كل أعمال ربنا بقى بآيات وعجائب وبيد شديدة وذراع ممدودة ومخافة عظيمة. وأعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لأبائهم أن تعطيهم إياها، أرضا تفيض لبنا وعسلا، فأتوا وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك. كل ما أوصيتهم أن يعملوه لم يعملوه، فوقعت بهم كل هذا الشهر. هل متاريس قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها؟ هل متارس قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين الذين يحاربونها بسبب السيف والجوع والوباء، وما تكلمت به فقد حدث، وها أنت ناظر. وديك يا رب شايف الحالة اللي احنا فيها، وقد قلت أنت لي، أنت اللي قلت لي أيها السيد الرب اشتري لنفسك الحقل بفضة واشهد شهودا، واشهد شهودا، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين. فقال له انت اللي قلت ان انا اشتري وانت ما يعثرش عليك شيء، وعايز تأكد لي ان الكلام اللي قلته لي والوعود دي صادقة. عشان كده ابتدى يصلي لربنا، يتكل على كلمة ربنا ويصدقها ويآمن وينفذها. عشان كده فعلا لما ربنا قال له روح اشتري، برغم انه عارف الخراب جاي، راح نفذ الكلمة. ايه فعلا راح ربنا بعت يطمنه ويقول له: ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا قائلة: أنا ذا الرب إله كل ذي جسد، هل يعثر علي أمر ما؟ أنا قلت لك هتخرب، وقلت لك اشتريها لأني هرجع أورشليم مرة تاني. لذلك هكذا قال الرب: هأنذا أدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين وليد نبوخذ نصر ملك بابل فيأخذها، فيأتي الكلدانيون الذين يحاربون هذه المدينة ويشعلون فيها النار ويحرقونها والبيوت التي بخروا على سطوحها للبعل وسكبوا سكائب الآلهة أخرى ليغذوني، لأن بني إسرائيل وبني يهوذا إنما صنعوا الشر في عيني منذ صبائهم، لأن بني إسرائيل إنما أغاظوني بعمل أيديهم يقول الرب، لأن هذه المدينة قد صارت لي لغضبي ولغيظي في اليوم الذي فيه بنوها إلى هذا اليوم، لأنزعها من أمام وجهي أجل كل شر بني إسرائيل وبني يهوذا الذي عملوه ليغيظوني، هم وملوكهم ورؤسائهم وكهنتهم وأنبيائهم رجال يهوذا وسكان أورشليم. وقد حولوا لي القفال الوجه، وقد علمتهم مبكرا ومعلما، لكنهم لم يسمعوا ليقبلوا أدبا. ربنا عايز يقول له دي كل حيثيات لي، أنا حكمت بالخراب، بل وضعوا مكروهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه، وبنوا المرتفعات للبعل التي في وادي ابن هنوم ليجيذوا بنيهم وبناتهم في النار لمولك. مولك ده الاله اللي كانوا حكيت لكم عنه، عبارة عن تمثال من نحاس اجوف، وكانوا بيرموا عيالهم فيه. الذي لم اوصيهم به ولا سعر على قلبي ليعملوا هذا الرجس ليجعلوا يهوذا يخطئ. والآن لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن هذه المدينة التي تقولون أنها قد دفعت ليد ملك بابل بالسيف والجوع والوباء، قالوا أنا حكمت عليها بالخراب لأنهم عملوا كذا وكذا وكذا، لكن خد أنا ليه قلت لك اشتري الحق. وابتدى بقى يوضح له ليه قال له اشتري الحق لتاني. أنا ذا أجمعهم من كل الأراضي التي تركتهم إليها بغضبي وغيظي وبسخط عظيم، وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين، ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. خدوا بالكم إن الكلام بيعمل إيه؟ ها؟ بيتعاد تاني. ليه؟ تأكيد. لأن ربنا كان ليه طولة بال قوي في العهد القديم بالذات، سواء في اللعنات أو الضربات إنه يكرر، أو في البركات عشان يقول الكلام اللي انا بقوله صح،
اللي كان نايم ساعة ما اتقالت اول مرة يصحى في المرة الايه تانية. واعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا. حلوة الحتة دي، لما يبقى القلب الانسان موحد مش مقسوم، قلب واحد وطريق واحد مش ماشي في طريق معوج. ليخافوني كل الايام لخيرهم وخير اولادهم بعدهم، واقطع لهم عهدا ابديا اني لا ارجع عنهم، لاحسن اليهم واجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني وافرح بهم. آية حلوة قوي دي. عارفين ترتيل بتاعت الاطفال الصغيرين يسوع فرحان بيا دي، وافرح بهم لاحسن اليهم واغرسهم في هذه الارض بالامانه بكل قلبي وبكل نفسي. يعني ربنا يقول لهم يعني انا نفسي كده وقلبي عايز كده، لان هكذا قال الرب كما جلبت على هذا الشعب كل هذا الشر العظيم هكذا اجلب انا عليهم كل الخير الذي تكلمت به اليهم. فتشترى الحقول في هذه الارض التي تقولون انها خاربه بلا انسان وبلا حيوان، وقد دفعت اليد الكلدانيين يشترون الحقول بفضة ويكتبون ذلك في سكوك ويختمون ويشهدون شهودا. كل واحد عايز يتمسك بقى بحقه ان انا ليا حتى في ارض في الملكوت، في ارض بنيامين وحوالي اورشليم وفي مدن يهوذا ومدن الجبل ومدن السهل ومدن الجنوب، لاني ارد سبيهم يقول الرب. وهنا ربنا يأكد له بالتوبة ويأكد له بالرد بان هو يقول له اشتري الارض دهيت. عشان كده الجميل قوي اللي نقدر نطلع بيه من كل الاصحاح ده ان ربنا قادر انه يغير الخراب اللي موجود في حياتنا، مهما كان نوع الخراب ومهما كانت شدة الخراب. في فيلم حلو قوي، يعني انا قلت لكم كل اللي عايز يتفرج يتفرج، لكن اتمنى ان كلنا نتفرج على الفيلم ده. هو فيلم مدة نص ساعة، لكن هو بيحكي قصة واحدة باعت نفسها للشيطان، باعت نفسها للشيطان، الشيطان اشتراها فعلا. لكن بالرغم انها باعت نفسها للشيطان الا انها قدرت تتفك منه. قصة لطيفة قوي. وبعدين البنت ده هي بقت رهضة في الدير. فالفيلم اسمه كده Under the Banner of the Lamb، يعني تحت لواء الحمل او تحت راية الخروف. الخروف اللي هو مقصود بمين؟ المسيح. يقول لك ان اللي يخش تحت راية المسيح حتى لو كان الشيطان مشتريه هيقدر يخرج منه، حتى لو كان في خراب لكن هيقدر يتخلص منه. فياريت ان احنا كلنا نتفرج على الفيلم ده هو.